كل اللي أمينتي شرهم طلع عندهم سنان وبيعضوا، وأول ما تعلموا العض عضوا فيكي. اتسجنتي يا بنت سنية، وطارق خد كل حاجة، يعني حتى لو خدتي كام سنة وطلعتي للناس هتبص في وشك ولا هتلاقي قرشة السندي عليه. والعيال ما راحوا العيال يا مرة. شوف البت قاعدة متأنزحة في نفسها ازاي. معلش يا أبلة، أصلها مستجدة. مستجدة؟ وماله؟ تتعلم أصول الزنزانة. أنت يا حلوة قاعدة كده متأنتكة ومأنتخة ومش عاملة مقام لحد. اسمك إيه يا بت؟ مالكيش دعوة. ماليش إيه؟ مالكيش دعوة، وبعدي عني يا وليا أنت. وليا؟ ده أنا اللي شكلي هخليهم يولولوا عليك النهاردة. قومي يا بيت ترتبي لي فرشتي. بقولك ايه، انا العفاريت بتتنطط قدام عينيا، ما تخلينيش اطلعهم عليكي. خليهم يطلعوا يا اختي، نفسي اشوفهم. ايه بقى، انتوا فاكرين السجن ده شارع ولا ايه؟ مين يا بنت انت وهي اللي ضربت تاني الاول؟ وكنتوا بتتخانقوا على ايه اصلا؟ والله العظيم يا باشا، هي احنا ما ضربناش بعض، احنا كنا بننقل السرير فخبطنا في راس بعض. يا سلام، تنقلوا السرير من مكانه وخبطتوا في راس بعض، هايل. انت هتستعبطي؟ ايه اللي حصل يا زينب؟ زي ما قالت لك كده يا باشا. انت كمان هتكدبي يا زينب؟ ماشي، روحي عنبرك. يلا غوري، تعالي انتي. نعم. نعم الله عليكي. انت ما كملتيش 24 ساعة عندي في السجن، ورغم كده عملتي عوق وقلق محدش عمله قبل منك. بقولك ايه، يطلع اسمك مرة، يطلع اسمك مروة، كل ده شيء ما يلزمنيش. حكايتك كمان كلها على بعضها كده ما تخصنيش. انا اللي يخصني ان عندي اصول وقواعد ونظام في السجن بتاعي، وطول ما انت هنا لازم تمشي على النظام ده. مفهوم؟ مفهوم. بس انت بتقول طول ما انت هنا، انا اصلي مش ناوي اطول قوي هنا. نعم يا اختي، مش ناوي الطويل كتير. هو بمزاجك؟ لا، ده انت مش سهلة، مش ناوي تجيبها البر. طب بقولك ايه، انت ليكي اسبوع عندي انفرادي، هتقعدي فيه كده تهدي اعصابك وتراجع نفسك، وبعد الاسبوع ده لو عملتي اي مشكلة تانية اقسم بالله لاعملها لك قضية والبسك سجن فوق سجنك. واضح كلامي؟ واضح. يلا امشي. متشكرة على الانفرادي. العفو يا اختي.